الله يوجد في هذه الأماكن. الله أكبر. والله سبحانه وتعالى في سورة النور ذكر لنا آية عظيمة اسمها آية النور، تصف لنا نور الله، ثم ذكر بعد هذه الآية أين تجد هذا النور. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. أحبابي، النور تجده في بيوت الله سبحانه وتعالى، وتجده أيضا في كلام ربي سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل قد سمى هذا القرآن نور. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. إخواني، الله سبحانه وتعالى قد سمى هذا القرآن موعظة. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، هو خير مما يجمعون، هو خير مما يجمعون. بابي، تب قبل أن تموت. يا نفس توبي فإن الموت قد حان، فاعصي الهوى فالهوى ما زال فتانا، أما ترين المنايا، أما ترين المنايا كيف تلقطنا لقطا وتلحق أخرانا بأولانا، في كل يوم لنا ميتا نشيعه، نرى بمصرعه آثار موتانا. يا نفس مالي، يا نفس مالي وللأموال أتركها خلفي، وأخرج من دنياي عريانا خلفي، وأخرج من دنياي عريانا. وأحسن من هذا الكلام كلام ربي، والله يريد أن
ليتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يقول الله يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. الله سبحانه وتعالى قد اختصرها: الذي يجيب منادي الله عز وجل الله يغفر له ذنوبه ويدخل الجنة، والذي لا يجيب منادي الله عز وجل الله سبحانه وتعالى قادر عليك، لا يعجزه سبحانه وتعالى شيئا أن يأخذ أرواحنا وأن يخطف أبصارنا وأسماعنا. أحبابي في الله، وكذلك الله سبحانه وتعالى قد ختم أن هذا الذي لا يتوب إلى الله ولا يرجع إلى الله ولا يصحح المسار أنه في ضلال مبين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام تب علينا أجمعين، اللهم تب علينا أجمعين، اللهم من حقق التوبة اللهم يا رب أعنه عليها، اللهم يا ذا الجلال والإكرام اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، سرها وعلانيتها. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم بيض هذه الوجوه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، اللهم اكتب لهذه الوجوه، اللهم اكتب لهم الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم حرم هذه الوجوه على النار، اللهم حرم هذه الوجوه على النار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجر القائمين على هذا اللقاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا.